السرير، أرى أن المجلس قد استقر. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة هي دار الحبور والسرور، ينسى فيها المريض مرضه، والمصاب مصابه، والفقير فقره، والمقهور قهره، ليس فيها هم مال يجمع، ولا مرض يزول، ولا سجن يطول، ولا بيت يبنى، ولا ولد يشفى، ولا عدو يخشى، ليس فيها كربات بل فرحة ومسرات. في الجنة ينسى الدميم دمامته، والمعوق إعاقته، والمشوه قباحته، وقد صارت وجوههم أنوارا، وأبدانهم أطهارا، وأول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب في السماء إضاءة. في الجنة سوف تنتهي الغربة وتزول الوحشة، ويلتقي الأحبة وتطيب الجراح. الحديث عن الجنة لا ينتهي، والأوصاف لا تنقضي، حسبنا أنها نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وفاكهة وخضرة، حلل كثيرة، ثياب من سندس عاليها من استبرق. فيا عجبا كيف نام طالبها، وكيف لم يسمع بمهرها خاطبها. مهرها صيام وقيام، وذكر وإفشاء للسلام. رباه على دروب الخير ألف بيننا، رباه لا نبغي خلودا فديارنا ليست هنا، وجنان خلدك حلمنا، وترابها وطن لنا. رباه فاجمعنا بها، واجعل أعاليها لنا. وأشهد أن القائد والقدوة محمداً عبده ورسوله، إليه انقاد الشجر، وعليه سلم الحجر، ما حفظت له غدرة، وما عرفت له زلة، زكاه ربه، وشهد له خصمه، مثل أعلى، قدوة حسنى، ونحن له فدا، ومعه على الهدى، أزكى الورى، وأجل من وطئ الثرى قدرا، وأكرم شافع ومشفع، سماه ربي ذو الجلال محمدا، وكفاه أن الله قد سماه، وإن الله مولاه، وبالأفضال أولاه، أرجح الناس عقلا، وأفضلهم رأيا، وأعظمهم زكاء، بشير نذير، سراج منير، هو الإمام الأعظم، والنبي الأكرم، والرسول الأفخم، هو الجوهرة الباهرة، والدرة الزاهرة، وواسطة العقد الفاخرة، هو الضحوك القتال،
نبي المرحمة ونبي الملحمة، وكذلك أصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كان النبي لا يحتقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه. يا رسول الله، أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا. عليك سلام الله في كل لحظة، لقد ماتت الأسماء إلا محمدا. أما بعد، نيابة عن آل عثمان، أبارك للأستاذ محمود ابن الدكتور علي محمود عليو آل عثمان، وأقول له ولعروسته بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وهذه هي دعوة الإسلام التي خالف بها دعوة الجاهلية وقولهم بالرفاء والبنين. بعض من يدعون الثقافة حينما يهنئون العريس يقولون بالرفاء والبنين، وهذه دعوة ضد الإناث، هذه دعوة جاهلية. السنة أن تقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج يتعامل مع الرجال والنساء بيسر وبساطة، وأكبر مثل في ذلك هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء، وأرجو منك أن تركز معي جيدا، إياك أن تجلس سرحانا لا تستفيد بمعلومة. النبي له من البنات 4 بنات، والأولاد الذكور 3 أولاد. بنات النبي ترتيبهن في السن كالآتي: أكبر بنات النبي زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة. أما الذكور عبد الله والقاسم وإبراهيم. جميع أولاد بنات النبي خديجة. النبي ما خلفش غير من امرأة واحدة، من خديجة بنت خويلد. إذن المعلومة الأولى، النبي له من البنات والأولاد 7. المعلومة الثانية، جميع أولاد بنات النبي من خديجة إلا إبراهيم أمه مارية القبطية المصرية. وجميع أولاد بنات النبي ماتوا في حياته، النبي دفن أولاد بنات أمام عينه، إلا فاطمة ظلت بعد أبيها 6 أشهر ثم ماتت. وفاطمة رضي الله عنها هي سيدة نساء هذه الأمة. ما الدليل على أن فاطمة هي أفضل امرأة في أمة محمد؟ ما قاله عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ واضبط معي هذه المعلومة. أفضل امرأة خلقها الله على الإطلاق هي مريم بنت عمران، وفضلك على نساء العالمين. أما في أمة محمد فأفضل امرأة هي فاطمة رضي الله عنها.
وأحب بنات النبي إلى قلبه فاطمة، مع أنها أصغر بنات النبي إلا أنها أحب بنات النبي إلى قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، فمن أغضبها أغضبني ومن آذاها آذاني. يقول الشاعر الباكستاني محمد إقبال: المجد يشرق من ثلاث مطالع، من مهد فاطمة فما أعلاها، هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، جبريل بالتوحيد قد رباها، هي أسوة للمؤمنات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها. وفاطمة بنت رسول الله ولدت قبل البعثة النبوية بخمس سنين في مكة، قبل أن يبعث النبي بالإسلام ولدت فاطمة قبل البعثة بخمس سنين في مكة، وقريش كانت تبني الكعبة، وفاطمة تكنى بأم أبيها. حينما كان ينادي النبي على فاطمة يقول لها: يا أم أبيها، لأنها عوضته حنان أمه. وفاطمة تلقب بالزهراء، فاطمة الزهراء، هي أم السبطين، أم القمرين، أم الخيرين، أم الحسن والحسين. وكانت فاطمة إذا دخلت على النبي قام إليها وقبلها بين عينيها وأجلسها بجواره، وقال النبي عن فضل فاطمة: ركز معي، استفيدوا يا أمة الإسلام من دينكم، فإن الناس في بعد تام عن هذا الدين. قال النبي عن فضل فاطمة، قال عن النساء عموما: ناقصات عقل ودين. النبي قال هكذا عن النساء، ممكن النسوان لو شيخ قال النساء ناقصات عقل ودين النسوان يرفعوا عليه قضية، والله قضية في المحكمة، إنه الشيخ بيقول النساء ناقصات عقل ودين. لكن حينما يعرفون أن هذا حديث عن النبي يسكتون ولا يستطيعون أن يتحدثون معك، لأن النبي قال النساء ناقصات عقل ودين، وقال النبي: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إن الحديث عن فاطمة بنت رسول الله حديث مغدق الثمار، عظيم الشأن، حديث ذو شجون، حديث له حلاوة وطلاوة، وري ونماء، ورونق وجمال وبهاء. فاطمة بنت رسول الله تربت في بيت النبوة، وتعلمت من مشكاة الرسالة، وتخرجت من مدرسة أبيها صلى الله عليه وسلم، وتفقهت ونهلت من علم زوجها علي بن أبي طالب، وتعلمت الحياء من أمها من خديجة بنت خويلد. كانت فاطمة رضي الله عنها امرأة صالحة، عابدة، قانتة، عاقلة، دينة، خيرة، صوامة، قوامة، قانعة باليسير، صابرة على حياتها وشغف العيش وشدته.
حريصة على طاعة أبيها واتباع سنته، وفاطمة بنت رسول الله كانت من أشد الناس شبها برسول الله. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله من فاطمة. لو حد سألك من هي أكثر امرأة شبها للنبي قل له فاطمة. ما الدليل؟ قالت عائشة: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله من فاطمة. وفاطمة رضي الله عنها لم يؤثر عنها كذب في الحديث، ما كذبت أبدا. يقول الإمام البخاري: منذ بلغت الحلم وعلمت أن الله حرم الكذب ما كذب. ألا فليسمع الكذاب، لا يكذب إلا الجبان ولا يبالغ في الكلام إلا الجبان. الرجل الحر القوي لا يكذب أبدا، إنما الذي يكذب هو الخائف الجبان. أما الذي يخاف من الله فلا يكذب أبدا. يقول محمد بن شهاب الزهري: والله لو نادى مناد من السماء وقال بأن الله أحل الكذب ما كذبت. فإياك والكذب. ولذلك إذا أردت أن تعرف نفسك صاحب شخصية قوية أم لا، فاختبر نفسك أمام ثلاثة أشياء: المال والنساء والكذب. فإن كنت قويا أمام النساء لا تضعف أمام النساء فأنت صاحب شخصية قوية، وإن كنت لا تأكل حراما فأنت صاحب شخصية قوية، وإن كنت لا تكذب فأنت صاحب شخصية قوية. أما إن كنت ضعيفا أمام هؤلاء الثلاثة فأنت من الساقطين. قالت السيدة عائشة: ما رأيت أحدا أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها. من أصدق الناس فاطمة، وكلمة الناس تذكر وتطلق على الرجال والنساء، وفاطمة أكبر من عائشة. عائشة تقربية للنبي، زوجته، وفاطمة بنته. أنا أبسط الكلام حتى يفهمني البعض: فاطمة بنت النبي وعائشة زوجة النبي. طب فاطمة بنت النبي أكبر من عائشة بخمس سنين. ولما علم الصحابة مكانة فاطمة، الصحابة علموا أن فاطمة هي أفضل امرأة خلقها الله في أمة محمد، تسابق الصحابة إلى خطبتها. أول من خطب فاطمة هو من؟ أول واحد خطب السيدة فاطمة هو أبو بكر الصديق. قال: يا رسول الله زوجني فاطمة، فاعتذر له النبي. ثم خطبها عمر بن الخطاب فاعتذر له النبي. قال علي بن أبي طالب: فجاءت لي امرأة وقالت لي: يا علي، أما سمعت أن فاطمة تخطب؟ ما يمنعك أن تخطب فاطمة يا علي؟ قال لها: أنا شاب فقير ليس معي مال أتزوج. واحفظ مني هذه المعلومة: أبو طالب عاش فقيرا ومات فقيرا. طب لدرجة أنه أبو طالب عم النبي كان معاه مجموعة أولاد، كان يوديهم بيوت عمامهم عشان يأكلوا ويشربوا. أبو طالب رجل شريف
من أشراف الناس، وما خلق الله قبيلة على وجه الأرض أشرف من قريش ولا أشرف من بني هاشم. أبو طالب كان كبير العرب وكان فقيرا. أما نحن الآن اللي معهوش 50 مليون ولا 100 مليون ما بقاش كبير. الكبرية في بلادنا لازم بالمال، لكن قديما كانت بالحكمة والعقل والمنطق والفهم. فأبو طالب عاش فقيرا ومات فقيرا، ورث علي هذا الفقر، وعلي ابن أبي طالب ابن عم النبي عاش فقيرا ومات فقيرا. كان علي يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. فقال لها علي: أنا شاب فقير ليس معي مال أتزوج. قالت له المرأة: إنك إن أتيت رسول الله فإنه لن يكون لطلبك رافضا. قال علي: فلبست الجبة وذهبت إلى النبي في البيت. قال: فلما أقعدت أمام النبي أفحمت. قال: وكنا نجله ونعظمه. قال: والله ما استطعت أن أنطق ببنت شفة حياء من رسول الله. ثم لما طال علي في المجلس قال له النبي: يا علي، ألك حاجة؟ قال: جئت لحاجة يا رسول الله غير أني أستحي أن أذكرها. قال: ما حاجتك؟ قال: أستحي. ثم سكت النبي قليلا، قال: يا علي، ألك حاجة؟ قال: جئت لحاجة إلا أني أستحي. قال: لعلك جئت تخطب فاطمة. قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما جئت إلا لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك مهر تستحلها به؟ والمهر لا بد منه في الإسلام قليلا كان أو كثيرا. والنبي يعلم أن عليا لا يملك درهما ولا دينارا ولا مالا ولا فضة ولا ذهبا ولا أرصدة، ولكنه يملك تاجا على رأسه ووساما على صدره. لأعطين الراية غدا لرجل يفتح الله على يدي، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم قال له النبي: أين درعك الحطمية؟ الدرع الحطمية هي عبارة عن لباس من حديد، اسديري من حديد ضيق الحلقات، يلبسه المحارب ليتقي به السهام والضربات، ثمنه 400 درهم. قال علي: هو موجود يا رسول الله. مهر فاطمة درع حديد ثمنه 400 درهم. فطار علي من شدة الفرح وجاء بالدرع وقدمه للنبي مهرا لفاطمة، وعقد النبي لعلي على فاطمة. والنبي ما عقدش في المسجد. الجماعة اللي بيقولوا النبي عقد في المسجد والصحابة، حصلش. النبي لم يعقد لأحد في المساجد، إنما هذا أمر مخترع مبتدع من قبل الناس حديثا. ثم عقد النبي لعلي على فاطمة، والذين شهدوا على عقد الزواج هم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وغيرهم من المهاجرين والأنصار. أبو بكر شهد على العقد مع أن النبي رفضه، كانت صدورهم سليمة. ما قالش: يا رسول الله انت كسفتني وما خدتش بخاطري وانا جيت لك اول واحد وما جوزتنيش فاطمة. ثم كلف النبي أبا بكر ان يشتري جهاز فاطمة. جهاز فاطمة جابوا أبو بكر مجموعة من الصحابة من السوق. جهاز فاطمة عبارة عن قدح ماء وكأس ماء وسرير مشروط ووسادة مخدة حشوها ليف وبعض قطع قماش القطيفة وغربال وحبل يعلق عليه الثياب المغسولة ورحى
الرحى هي عبارة عن حجرين يوضع أحدهما فوق الآخر فيوضع بينهما القمح أو الشعير فتدور فتطحن. فلما جاء أبو بكر بالجهاز أخذ النبي يقلب الجهاز وينظر إلى السماء ويقول بارك الله لآل البيت. هذا هو جهاز فاطمة، يسر في الزواج وخفة في المهر ومراعاة لأمور الزواج، لا إفراط ولا تفريط. أما حاليا في مركز البلينة عقدنا الزواج، والله العظيم قايمة زواج في مركز البلينة مكتوبة بمليون وثمانمائة ألف، وقايمة مكتوبة من أكثر من 20 يوم بمليون وخمسمائة ألف. هل هذا زواج أم تعقيد لأمور الزواج؟ أنا أعلم أن مجرد ذكري لهذه الأرقام في حد ذاته خطأ، لأن الناس يعاندون. شمعنا بنت فلان؟ العريس حينما يتقدم لخطبة الفتاة نريدها عازلة قائمة المنقولات بكذا وكذا، عايزين احطاط. وفي الحقيقة إنما هو انحطاط، الحطاط وصل 100 ألف، والله العظيم سامع بحطاطة والمبارح ب150 ألف. بالله عليك، هل هذا كلام يرضي الله عز وجل؟ وأبو العروسة، جهاز العروسة حاليا وصل إلى نصف مليون. يا أبو العروسة، يا أبو البنات، لا تكلف نفسك فوق طاقتها. ششتين عرض وثلاث غسالات وثلاث سلاجات وثلاث غسالات، غسلتين أقصد، غسالة كبيرة وغسالة أطفال وثلاجة كبيرة وفريزر، عشان ما لخبطش. طب الشيخ متولي مش عارف ظبطي معاك ولا. فعلى أبو البنات ألا يكلف نفسه فوق طاقته. يعني الأمهات بتشتري الجهاز قسطا، والله العظيم دينا وقسطا، وربما يسدد جهاز العروسة لمدة 5 سنين أو 6 سنين حتى تدخل بنتها صغرى أولى ابتدائي. جهاز العروسة مبالغ فيه جدا، يعني إيه؟ يعني مثلا 150 بشكير، 70 فوطة، 20 مفرش سرير، وخمس أطقم صيني، وأم العريس عايزة خاتم ولا عقد ذهب عشان ترضى عن العروسي، وفي يوم السابع ناس العريس عايزين من ناس العروسة جاموسة والدي. طب بالله عليك، ده كلام مبالغة في أمور الزواج. فيا شديد الطول والإنعام، إليك نشكو محنة الإسلام. وبعدما عقد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي على فاطمة، قال النبي يا علي إنه لا بد للعرس من وليمة، لا بد من الذبح. والنبي يعلم أن عليا لا يملك ثمن الوليمة، فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله علي كبش هدية مني لفاطمة وعلي. وقام مجموعة من الأنصار وجاءوا بشيء من الذرة وأقيمت وليمة العرس. وهذه هي السنة، الذبح، إنه الناس توكل. يعني الدكتور علي أطعمنا وأكرمنا وسقانا في هذا العرس، هذه هي السنة، إنه الناس تأكل. أما تدعي للناس على القاعات، هذه القاعات خلاف السنة. السنة أن تطعم الناس وأن تذبح الولائم، هذه هي السنة. أما أن تكتفي مع الناس بزجاجة ساقعة وبقطعة من الحلوى، هذا خلاف السنة. أنا أعلم أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن القاعة اللي أنت بتتأجرها ب30 ألف و50 ألف، لو اشتريت بها لحما وأطعمت الناس
فهذا هو الأفضل. وبعدما أقيمت وليمة العرس دعا النبي علي وفاطمة، علي بجواره، وجاءت فاطمة تعثر من شدة الحياء، حمرة الخجل في وجهها. فتوضأ النبي ثم صب النبي الماء على علي وعلى فاطمة وقال: بارك الله لكما وبارك عليكما وبارك لكما في نسلكما، فأنجبا سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين. جمع علي بين النسب والمصاهرة. علي نسيب النبي. ايه يعني نسيب؟ يعني ولد عم النبي، لكن احنا عكسنا الآية، اللي واحد يصاهر واحد يقول نسيب. معنى كلمة نسيب يعني أنا مثلا ثابت توفيق محمد السمان قاسم أبو عشرة، هذا نسبي، هذا هو نسبي. أما المصاهرة، أنا متزوج بنت فلان، هذه هي المصاهرة. فجمع علي بين النسب والصهر، وهذه من مناقب علي. وتزوج علي من فاطمة في العام الثاني من الهجرة بعد غزوة بدر. وعلي له من فاطمة 5 أولاد: حسن وحسين ومحسن وليس محسن، وزينب وأم كلثوم. وسيدنا الحسن أكبر من الحسين. الناس بتقول إنه الحسن والحسين توأم، هذا خطأ. الحسن أكبر من الحسين، والحسن أفضل من الحسين. ما الدليل؟ النبي في يوم من الأيام كان يخطب فوق المنبر الجمعة، فدخل الحسن أثناء الخطبة. الحسن عنده 2-3 سنين، يمشي مرة ويقع مرة، فنزل النبي من على المنبر وأخذ الحسن ورفعه على كفيه، ونظر النبي إلى الصحابة وقال: ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. في يوم من الأيام الحسن والحسين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة، في حجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يحبو على كفيه وعلى ركبتيه، ثم قال للحسن: اصعد من الأمام لأنه الأكبر والحسين من الخلف. ثم أخذ النبي يدور في الحجرة، فطرق الباب عمر بن الخطاب، فدخل عمر فقال: ما النبي يحبو على يديه وعلى كفيه؟ أفضل مخلوق خلقه الله هو رسول الله. والعلماء أجمعوا حينما اختلف بعضهم هل أفضل مخلوق خلقه الله العرش لأنه منسوب إلى الله، أم سيدنا جبريل، أم سيدنا محمد؟ العلماء اختلفوا، سيدنا جبريل أفضل ولا العرش ولا سيدنا محمد؟ الراجح أن سيدنا محمد هو أفضل المخلوقات على الإطلاق في الأرض وفي السماء. فدخل عمر بن الخطاب فوجد النبي يحبو ويدور، يحبو ويدور، فقال عمر: ما ما اسمه فعل الأمر، ماذا تصنع يا رسول الله؟ فضحك النبي، فضحك عمر، ثم قال عمر: نعم الجمل تحتكما. فقال النبي: ونعم الفارسان هما، ونعم الفارسان هما أبناء فاطمة، كان حجر رسول الله مرقدهم، وظهر رسول الله مركبهم، وريق رسول الله مشربهم، وصدر رسول الله مرتعهم. في يوم من الأيام قال النبي لفاطمة: يا بنيتي إني أحبك. والنبي بنى بيت، سيدنا علي بنى بيت لفاطمة بجوار حجرات النبي. النبي تجوز كم امرأة؟ اضبط هذه المعلومة. النبي طبعا انتم بتقولوا 9 نسوان، وكلمة نسوان كلمة فصحى. النبي تزوج 11 امرأة، 11 امرأة، ومات عن 9.
وحجرات النبي كانوا بجوار المسجد النبوي. لم يجمع النبي بين امرأتين في حجرة واحدة، كل امرأة لها حجرة واحدة. سيدة فاطمة كان لها بيت بجوار حجرات النبي، فكان النبي إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد ثم يذهب إلى فاطمة يقبلها ويعانقها ثم يذهب إلى بقية نسائه. النبي قال للسيدة فاطمة في يوم من الأيام: يا بنيتي إني أحبك، فلا تدعي أن تقولي في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والسيدة فاطمة، وأختم بهذه المعلومة، السيدة فاطمة كانت تعمل في بيت علي في الشؤون الداخلية، وأم فاطمة بنت أسد. يبقى سيدنا علي أم فاطمة بنت أسد وزوجته فاطمة بنت محمد. طب والله العظيم يا جماعة لما تركز، يعني علي ابن أبي طالب يحتضن فاطمة بنت رسول الله، شرف ما بعده شرف، أفضل مصاهرة وقعت على وجه الأرض. فكانت السيدة فاطمة تعمل في الخبز والعجن والطبخ والكنس في الداخل، وفاطمة بنت أسد كانت تأتي بالماء من الخارج. السيدة فاطمة اشتكت من الخدمة وقال لها سيدنا علي: أبوك جاء له سبي عبيد خدمين، روحي هاتي خدام من أبوك. فقال لها النبي: والله لا أعطيك. ثم قال لها النبي: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فهو خير لكم من خادم. والنبي صلى الله عليه وسلم انقطع نسله، انقطع نسله إلى يوم القيامة. النبي ملوش نسل إلا من فاطمة فقط. ولذلك أي واحد ينتسب ويقول أنا من الأشراف، هم ينتسبون إلى الحسن والحسين في الأصل فقط، فنسب النبي انقطع نهائيا من جميع أولاده وبناته إلا من فاطمة بنت محمد رضي الله عنها. ماتت فاطمة بعد النبي بنحو من 6 أشهر وهي على فراش الموت. قالت: لما تكفنوني وتضعوني في النعش ابقوا حطوا جريد فوق النعش واجعلوه مقوسا، ثم ضعوا فوقه القماش حتى لا تظهر تقاسيم جسدي. انظر إلى حيائها حتى وهي ميتة. أما اليوم ماتت الغيرة عند الرجال وانتحر الحياء عند النساء، وإنما نراه في الجامعات والطرقات وعبر شبكات التواصل الاجتماعي من تبرج وعري، ومن بناطيل تلبسها البنات بلا خجل أو حياء، لمن أعظم الأدلة على انتشار الفساد وعلى فساد البيوت. وأنا لا أتصور أن بنتا تخرج ببنطال ضيق خرجت من بيت فيه رجل، بل خرجت من بيت فيه طرطور. ما كانت الحسناء تكشف سترها لو كان أرباب البيوت رجالا، والعبايات الضيقة أيضا حدث ولا حرج. أنا ابن هذا الزمان وعما أرى أتحدث. مات الحياء عند النساء وانتحرت الغيرة عند الرجال. أما يستحي الواحد منا أن تشتهى محارمه؟ إن الديوك في حظائرها تتقاتل من أجل دجاجاتها غيرة، وكل حيوان يغار على أنثاه إلا الخنازير ومن شابه الخنازير. فأين فوارس الحياء والحشمة؟ أين ليوث الشرف والعصمة؟ وحر قلباه إن تبلد الإحساس
وهانت المحارم لدى الناس. البنات حاليا أعطيناهم الحرية زيادة عن اللزوم، استرجلت بعض النساء، وبعض النساء في البيوت تسيطر على الرجال. وإذا كان أمرنا إلى نسائنا فباطن الأرض خير من ظاهرها. احذر أن تكون إمعة في أيدي النساء، فإذا فعلت ذلك فتبا لك ولأمثالك. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: فساد النساء سببه الأول هو تساهل الرجال. إخوة الإيمان والإسلام، نحن نعلم يقينا أن النساء فتنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والبنات حاليا والنساء حاليا يتم توظيفهن بطريقة تقلل من قيمتهن في المجتمع. تركت المطبخ والتنور وبدأت في حلقة الفراغ تدور، فإذا ما لسعتها الزنابير صاحت رفقا بالقوارير. كان المسلمون قديما يغارون على أعراضهم غيرة شديدة، فيا أمة الإسلام غاروا على أعراضكم وحافظوا على نسائكم. أبارك للأستاذ محمود ابن الدكتور علي محمود عليو آل عثمان، وأقول له مرة ثانية: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. يا رب أسكننا فسيح جنتك، والنار نجنا منها برحمتك، واغفر لنا ما كان من ذنوبنا، وزين الإيمان في قلوبنا، وسعي نجعل خالصا صوابا. أعذه يا رباه أن يشابا بشرك أو بدعة أو إعجابي، وتب علي أحسن المتاب. ونسأل الله القبول والهدى والختم بالحسنى إذا العمر انقضى. والحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. وخلاصة القول معشر الإخوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ومع مسك الختام وفضيلة القارئ العلم، فضيلة القارئ الشيخ محمود البدري أبو عوض، فليتفضل مشكورا مأجورا. والله يحفظكم ويرعاكم، هو مولانا ومولاكم، يتولانا ويتولاكم، يهدينا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cat, 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 cat.